خد يا امين. ما تزودوا شوي، ده لوحده في الغرب. انا كلها كام يوم وهكون عنده في الزجازيج اشوف طلباته ايه. هاخد ده كله اعمل بيه ايه بس يامه؟ يا ضناي، هو انت بتاكل لوحدك؟ خلي زمايلك ياكلوا معاك. ربنا يخليك ليا يا يامه. مفيش دعوه كمان لابوك. ربنا ما يحوجك ليا يا يامه. مش معنى ليك يعني، هي دي الدعوه اللي قدرت عليها؟ وهو انت يابا لو احتجت حاجة مش هتطلبها من ابنك اول واحد؟ لما ما تحتاجش ليا يبقى مش هتحتاج لحد. لا ليك ولا لغيرك. يلا خد الركوبة توصلك الطريق الطوال، بس تبعتها على طول، عندنا شغل ياما في الغيط اليومين دول. خليها يابا وانا اروح كعابي. لا باللي انت شايله ده. لا يا امين، انت ابدا من غيرك. بس انا عايزك تشد حيلك السنة دي، الثانوي اشد من الابتدائي. التسهيل على الله. ان شاء الله هيطلع البرنجي زي عادته. الحكايه مش حكايه دراسه وبس يا حبيبه، انا عايزك تمشي عدل. خلاص يابا، حكايه الدخان دي خلاص. مش حكايه الدخان وبس، حاجات تانية كتير. قصدك ايه يابا؟ البندر غير البلد عندنا هنا، البندر سايب شويه. انا مش فاهم يابا، انت عايز تقول ايه؟ هناك النسوان والبنات والكلام الفارغ ده، اديني جبتها لك على بلاطه اهو. انت بتقول هي بتولي؟ لا يا اخوي، امين يعرف ربنا ويخاف من الحرام.